مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان من تحفة ميادين السباقات من ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة، حيث ينطلق شوطنا أيضا الخامس عشر لفئة الأبكار الثنايا المحليات الأصايل ذل الدار. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين، لجميع الحاضرين بهذا الشوط الذي يحمل الأسماء المميزة ويحمل الشعارات الرائعة، الحاضرة بالتحدي والحاضرة بالإثارة. مباشرة أبدأ مع المركز الأول ليتعرف على صدارة الشوط، واجد معراض من تتقدم على المركز الأول الدحباب بن حمد بن دليلة باللويع العامري يقدم لنا انطلاقة معرض من تاتي على المركز الأول. المركز الثاني سمهرم راشد بن محمد بن غالب المنصوري يقدم لنا سمهرم. المركز الثالث يأتينا شعارك يا مالك منصورة مبارك بن محمد بن قران المنصوري يقدم لنا انطلاقة وتحديات منصورة الباحثة عن الانتصار في هذا الشوط المميز. المركز الرابع تأتينا الظفرة عابر بن خلفان بن محمد الهاملي قادمة من الظفرة تبحث عن الفوز والانتصار، يقدم لنا الظفرة على المركز الرابع. المركز الخامس وصلتنا العفريت هزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري يقدم لنا العفريت. المركز السادس تدخلت ايضا غنتاتي بهذه اللحظات لسالم بن محمد بن مترف الطنيجي يقدم لنا غند الواصلة بالتحدي وبالإثارة. وايضا وصلتنا اخيرة محمد بن صالح بن جابر العامري يقدمها بهذا الشوط المميز. المركز السادس وصل ايضا التدخل السريع او المركز السابع وصلتنا ايضا هملولة يقدمها جمال بن قارن بن علي المنصوري يقدمها بهذا الشوط المميز. وصلتنا ايضا كبسولة يقدمها راشد بن سالم بن سعيد بن حلوكة ياتي مع الكبسولة الواصلة بهذا الشوط الواصلة بالتحدي على المركز التاسع. المركز العاشر اختم الندى مع الكايدة عيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي يقدمها بهذا الشوط المميز. هذه العشرة المراكز الأولى وهذا هو نداؤنا الأول، ذعنا على مسامعكم ولكن عودتنا إلى صدارة الشوط. واجد معراض، معراض يا معراض تأتي على المركز الأول، تتقدم الجميع مع صدارة الشوط. يقدم لنا معراض الدحباب بن حمد بالدليلة باللويع العامري يأتي على صدارة الشوط ليقدم لنا معراض. تتقدم معراض تقدم لنا هذا الانطلاق المميز، تتقدم بهذا التقدم المميز وبأيضا بهذا الاندفاع الرائع والجميل. المركز الثاني الظفرة لعابر بن خلفان الهاملي يقدم لنا الظفرة الواصلة أيضا مع المركز الثاني وأبناء الظفرة حاضرين بهذا الشوط. ويأتي بن قران ليقدم لنا منصورة مبارك بن محمد بن قران المنصوري يتقدم على المركز الثالث ليقدم لنا منصورة تبحث عن الانتصار، قادمة من أجل الانتصار من تحفة ميادين السباقات من ميدان المرموم الذي يحتضن هذه الأسماء
يحتضن هذه الشعارات المتوافدة من كل حدب وصهوب من أجل إثبات بأنها قادمة، من أجل الإنجاز، ومن أجل أيضا التحدي والإثارة، أيضا وصول من غند سالم بن محمد بن مترف الطنيجي أبناء الزيد، أبناء الزيد وغند قادمة هنا، قادمة من ميدان الزيد وقادمة من الإمارة الباسمة بهذه اللحظات، وأيضا وصول وصلتنا أيضا القدوم مع انطلاقة العفريت هزاع بن عجلان بن مبارك الهاجري يقدمها بهذه اللحظات، وأيضا وصلت للقادمة أيضا بهذه اللحظات، تدخلت أيضا كبسولة راشد بن سالم بن حلوكة يقدم لنا كبسولة، يقدم لنا الكبسولة، ووصلتنا مياسة قادمة، خليفة بن محمد بن لويع الخيالي قادم الخيالي قادم مع هذا الشعار المميز، ووصول أيضا وتقدم مميز من شعار هنا قادما بهذه اللحظات الكايدة، عيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي قادم الخيالي ليقدم لنا شعاره المميز، وتصل شواهين لسعادة فرج بن علي بن حموده الظاهري من قدم راهية، وقدم بن ظبيان مع المضمر الحاسم حمد بن حمدون الوهيبي من قدم هنا في رموز هذا المساء، وانتزع الرمز المفتوح رمز المحليات الثنايا، أيضا قدوم وبصول معها ملولة جمال بن غانم بن علي المنصوري، ولكن مشاهدينا متابعين الكرام مع الالتفاف الأخير مع حزام الغابات وبداية الشوط، ما زالت معرض معارضة الجميع تبغي الفوز والانتصار. يا بالدليلة ركز يا بالدليلة من يقدمها هنا، الدحبة بن حمد بالدليلة بن لويع العامري، ابناء العين يطالبونك بالسلام يا مالكي معراض، يا مالكي معراض، اذا معراض تتقدم الجميع، تاتي على صدارة الشوط، تاتي على المركز الاول، وابناء الظفرة ياتي عابر بن خلفان الهاملي يقدم شعاره الذي سطر الانجازات وصدر السجلات الحافلة هنا بذكريات شواهين وبذكريات الظفرة وبذكريات العديد من السبق عابر يا بن خلفان يا الهاملي، يبغي يعبر إلى الفوز والانتصار مع انطلاقة الظفرة المركز الرابع أو المركز الثالث، تسللت غند يقدمها الطنيجي سالم بن محمد بن مترف الطنيجي قادم الطنيجي ليقدم لنا قند، وتسللت خيرة قادمة يقدم لنا خيرة محمد بن صالح بن جابر العامري يتقدم مع خيرة ومع الأسامي القادمة بهذا الشوط، أيضا وصولا وتقدم من مياته خليفة بن محمد بن لويع الخيالي أبناء ميدان رماح قادمين مع هذا الشعار المميز، وشواهين قادمة لسعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهري قادم، والأسامي قادمة، والشوط يحمل أسماء مميزة، يحمل شعارات رائعة مميزة، ولكن معراض يا بالدليلة معراض تتقدم على المركز الأول، يقدم لنا معراض الدحبة بن حمد بالدليلة بن لويع العامري، ركز يا مالك معراض، الله يا معراض من بداية الشوط وهي مسيطرة على المركز الأول على صدارة الشوط، تتقدم الجميع، المركز الثاني يقدم لنا الظفرة، عابر بن خلفان الهاملي يقدم لنا الظفرة، رابع المراكز أيضا وصول من شعارك يا بن جابر خيرة محمد بن صالح بن جابر العامري، وشواهين لسعادة فريب علي بن حمود.
عوده الظاهري الاسامي بدت بالعبور، بدت ايضا بالانطلاق الاخير مع اقترابنا للوحه ايضا الى 1200. بانت المنصه يا اخوان، بانت المنصه، الفوز والانتصار وزعفران ابو حمدان ينتظر الفايز، ينتظر الفايز وما بالدليله مع معراض، مع معراض يا الدحبه يا بالدليله يا العامري، ولكن وصلت شواهين سعاده فرج بن علي بن حموده الظاهري، وصل وصل مع شواهين، والقادمه ايضا القادمه الكايده عيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي ومحمد بن جابر بن صالح، ولكن معراض يقدم لنا معراض الدحبه بن حمد بالدليله باللويع العامري. الله الله يا هذا الشوط، الله يا هذا الشوط، ولكن شواهين، شواهين وعيسى بن سعيد الخيالي، ولكن شواهين والعصا في البطان ما كلمها، ما كلمها الحاسم حتى هذه اللحظات، ولكن شواهين طارت الى الفوز الى الانتصار لسعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري، ولكن عيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي يقدم الكايدة، يقدم الكايدة، الكايدة وشواهين، شواهين والكايدة، الفوز والانتصار، ولكن الكايدة، كايدة الكايدة إلى الفوز والانتصار عيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي. سلام سلام يا مدينة العين، سلام يا زاخر، سلام سلامي على الفوز والانتصار العيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي، يقدم لنا هذا النوع الممتاز كما عود متابعينا، عود محبينا بانتقاء النوعيات المميزة بإظهار سبق النوعيات الفاخرة التي تحصد السيوف بالفعل مع الفوز والانتصار. المركز الثاني شواهين لسعادة فري بن علي بن حمود الظاهر، المركز الثالث الدحبة بن حمد بالدليل العامري، المركز الثالث بن قناص اللي أتى على المركز الثالث، الرابع محمد بن حزم بن قناص، المركز الخامس اللي هي وصلت أيضا كبسورة راشد بن سالم سعيد بن حلوكة. تهانينا والناموس لمالك ومن قدم لنا ايضا الكايدة عيسى بن سعيد بن عيسى الخيالي، منتزعة الناموس هذا الشوط بتوقيت قدره ايضا 12 دقيقة و26 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك ومن قدم ايضا. المركز الثاني، أتتنا على المركز الثاني بانطلاق مميز وباندفاع، قدمت عرض مميز رائع وجميل على المركز الثاني شواهين، توقيت 12 دقيقة 30 ثانية وثمانية من الأجزاء من الثاني لسعادة فري بن علي بن حمودة الظاهري. المركز الثالث وصلتنا أيضا معراض الدحبة بن حمد بالدليلة باللويع العامري، توقيت 12 دقيقة 31 ثانية وثلاثة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.